إن شاء الله قد يقدمون الطرح الحقيقي المراد منه وصول بحلول بسيطة جدا. واليوم احنا على الساحة السياسية العراقية فشل ذريع من خلال القيادات الموجودة على الهرم السياسي، كلهم على قدم وساق دون أن تستثني أحدا منهم، لأنه مثل ما تفضل الدكتور كل الموجودين بالهرم السياسي لا توجد لديهم الهوية الوطنية الحقيقية، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يريد الغير أي الشعب العراقي. هذا من واقع حال السياسة اللي صار لأكثر من 20 سنة، توجهها توجساته كلها ذاهبة إلى الهباء المنثور، كلها ذاهبة إلى الوعود وعدم الصلاحيات الحقيقية وعدم وجود التكوين الحقيقي للمجتمع العراقي من خلال تواجد من موجود على الهرم السياسي. واليوم هم اجوا عبر صناديق الاقتراع، خلينا نقول الكذب، خلينا نكذب الكذبة ونصدقها على نفسنا. واقع حال المفروض انه الاقليم ودوله الاقليم واقليم كردستان مع حكومه المركز من 20 سنه لا توجد فيها اي مظاهر حقيقيه وحلول جذريه، الحلول دائما تكون ترقيعيه لمده وقت ليس ليش؟ لانه اكو فد نقطه كلش ضروريه ويجب ان ننتبه لها جوهريه، بالتالي هي العوده لازم تصير حلول، ليش؟ اليوم القانون والمسننات العراقيه في الدستور العراقي فشل. الدستور العراقي لم يكفل مضامين حقوق الشعب العراقي بشكل المثالي، الدستور العراقي بفشل ذريع، لا وجود لحلول جذريه يتطلبها ويترقبها الشارع العراقي بشكل مثالي، هذا من باب. والاهم الكل يوعد الاخرون، يصنعون الازمات من اجل بقائهم على الهرم السياسي، لو كان الشعب مالنا ان شاء الله يكون واعي وان شاء الله يكون مرادف لهذا الموضوع، لو هم يعلمون بأن الشعب العراقي صابر وساكن في سكينة، لكن قد تكون اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر شهرين 20 سنة خلاص راحت من عمر الشعب العراقي، طلع من أمه صار عمره 20 سنة ما عنده مهمش القوى، مهمش الوضعية السياسية المجتمعية الثقافية الرياضية المعنوية كلها متفلشة. لكن اليوم أنا أسألهم انتوش الى متى والى اين وش وقت وش راح يصير عندكم طيب. من غير ضمير تقدموه للشعب العراقي حتى تحلون حلول نقعيه نجعيه حقيقيه من خلال اقليم كردستان وحكومه المركز والنفط اللي يصدر صار له 20 سنه 400 الف برميل والمنافذ الحدوديه مستفاد من عندها اقليم كردستان والشعب الكردي كشعب متضرر طيب. حال اللي موجوده بالجنوب الوسط وبالوسط بغداد واضح استاذ حمداني، لكن اسمح لي ان افسح